وكان لي طلب لي الأمير الله يرحمه نعم. له جابر نعم الله يرحمه بعد الغزو مباشرة نعم. وأنا صراحة يعني في ذلك الوقت يعني الوضع صراحة يعني كان محرج له ولي أنا. ليش؟ بالنسبة للشعب الكويتي توه عايد من غزو وكان نعم. نص الشعب الكويتي أبناه توه مأخوذين نعم. وعلى وجيههم والوثائق الكويتية شبه معدومة نعم. دفتر السيارة الجنسية نعم. أكيد يعني حتى جداول الانتخابات ممكن أنها بعد بيمسلي في ذلك الوقت كل شيء راح بذاك الوقت ديرة راحت أي أي وطلبني الله يرحمه ويجزاه في قصر بيان نعم الله يرحمه عندما قابلته قال لي بالحرف الواحد أنا كانت معتي مع ابن حلال السلام عليكم والسلام حنا قابلناه نعم. قبل الغزو وقابلناه مع القبائل اللي مر القبائل اللي في ذلك الوقت وانت ترى أست الوفد نعم. أيوه. نعم. وعلمناه بمواقفنا في ذلك الوقت نعم. وقلنا له اللي بينه من الله قلنا للشعب الكويتي يبي طال عمرك أنت ديمقراطية يبي انتخابات نعم. أما يدعوت للمواقف مواقفنا مواقف الأباء والأجداد نعم. بالتأكيد وخذ يرانا في ذلك الوقت لكن عقب ما عرف مواقفنا مع نعم. عندنا كنا والرشايد الداخلي في يوم واحد والعجمان وافق على هذا الشيء نعم. نعم. لكن أنا بعد ما طلبني بعد الغزو قال إيش رأيك في انتخابات الوقت الحالي نعم. والرجل جاء الأمير جابر رحمة الله عليه هو نعم. رجل حكيم أكيد. يعني هو رجل حكيم نعم. ويحس في ما لا يحس فيه الثاني نعم. فقلت له والله يا طول العمر أنتم قطعتوا عن أنفسكم الشيهات نعم. أنا ما أعرف شو اللي حاصل بالضبط الناس الآن بعضهم عيالهم على وجيهم ثلاثة راحوا نعم. وما لذاذة راحوا نعم. وبعضهم مثلا جنسية ما عنده دفتر هذا سيارة ما فيه إحنا لا تونا عادي يعني هل يعني مثلا أنت يعني أنت قطعت نفسك وعد هل يعني مثلا يعني الأمور ماشية في هذه الحالة يعني أنا قلت لك السؤال هذا رحمة نعم. الله عليه فقال نحن نعرف اللي تعرف هذا ونحس بضرر الناس ونعرف الكلام لكن لما نخر الأمور أكثر من اللازم نعم. لازم الناس يصير عندها رد فعل آخر نعم. إحنا ما نبي دوخة الرأس إحنا نبي طلع مك الناس تعتقد اللي موجود نعم. يصوت واللي مو موجود أنا شغل فيه أسوي انتخابات رحمة الله عليه أخذ رأيه وسوي انتخابات انتخابات مجلس الأمة هذا مجلس الأمة في 12 نعم. 2000 وهذا و92 نعم 92 هذا كان أول مجلس نعم. 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 اي والشيخ جابر الله يرحمه يغفر له يعني وفى بوعده بان بعد التحرير راح ترجع خلاص المجلس الأمة راح يرجع مره ثانيه والامور راح تاخذ مجراها وهذا الذي حدث في مؤتمر نعم. جده هذا الكلام نعم وهذا الذي حدث وهذا اللي خلاه يعني يسرع بالموضوع